الطريقة التي وصل بها الرئيس بشار الأسد لحكم سوريا لم تكن عن طريق الوراثة كما هو معروفا لدى سوريا والعرب، وإنما بطريقة أخرى غير متوقعة. كشف تفاصيلها خلال لقاء حصري مع قناة سكاي نيوز عربية، فماذا قال؟ بطريقة غير متوقعة تمكن الرئيس السوري بشار الأسد من الوصول لحكم سوريا، فالمعروف لدى معظم السوريين أن الأسد الأب كان يجهز نجله باسل الأسد لخلافته، وعندما رحل باسل في حادث أليم استدعى بشار من لندن وأخذ يجهزه لوراثة الحكم في سوريا خلفا له. وبالفعل حدث ووصل بشار لسدة الحكم في العام 2000 بعد رحيل والده، لكن المفاجئ أن الرئيس بشار الأسد كشف خلال لقائه مع قناة سكاي نيوز عربية أنه لم يصل للحكم عن طريق الوراثة مطلقا، وأن والده الراحل حافظ الأسد لم يكن له أي دور في ذلك. فالأسد أكد خلال حديثه مع سكاي نيوز أنه بلغ منصبه برئاسة سوريا عبر حزب البعث العربي الاشتراكي، حيث ترشح للانتخابات بعد وفاة الأسد الأب. وأضاف الأسد أن والده لو كان يريد أن يجعله وريثاً للحكم لأعطاه منصباً مهماً سواء عسكرياً أو سياسياً لتهيئته للحكم، لكن ذلك لم يحدث. وحول ما تردد من أنباء غريبة عن تجهيز نجل الأسد حافظ ليرث حكم سوريا في حال تعرض والده لوعكة صحية، نفى الرئيس السوري تلك الأنباء تماما، مؤكدا أنه لم يناقش مع نجله تلك المسألة من قبل، وأن العلاقة بينهما هي علاقة عائلية لا تناقش فيها مثل هذه القضايا. واعتبر الأسد أن نجله حافظ لا يزال شابا وأمامه مستقبل علمي لم ينهيه بعد، أما على مستوى العمل العام فهو يعود للقبول الوطني أي شخص إن كان هو لديه رغبة بالفعل بالعمل العام. وختم الأسد حديثه بأنه لا يفضل ولا يرغب مناقشة هذه التفاصيل معه، لا الآن ولا لاحقا. وسبق وأن نشرت بعض وسائل الإعلام السورية عن قيام حافظ بشار الأسد بزيارات لبعض الإدارات الرسمية بعد بلوغه سن 18 عاما. وخرج رجل الأعمال السوري فراس طلاس نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس وكشف عن حقيقة تلك الزيارات، حيث قال إنه يتم إعداد حافظ لوراثة حكم والده، وأكد أن والدته أسماء الأخرس تعمل بجد كبير لذلك، حيث أمرت بتجهيز منزل عائلة حافظ الأسد الذي تربى فيه بشار في حي المالكي الراقي في دمشق كي يكون مكتبا لحافظ بشار الأسد.